ايوه، انتقل بكم مشاهدينا الكرام الى الزملاء في مباني وزاره الداخليه واللامركزيه، يبدو ان لديهم جديد. اذا شكرا جزيلا محمود، تحيه طيبه مشاهدينا الكرام من جديد، ونحن نصل الى ختام هذه المواكبه التلفزيونيه الحيه لنتائج رئاسيات 90 بعد 2000. الآن أوانسي سيداتي سادتي إلى وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولرزيزين. سيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. تنفيذا لاتفاق دكار بين الفرقاء السياسيين الموريتانيين لإجراء انتخابات رئاسية تعددية حرة ونزيهة وشفافة، وتطبيقا للمرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية، جرى يوم السبت 18 يوليو 2009 على عموم التراب الوطني تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظروف جيدة بفضل من الله وتوفيق منه. وهنا أهنئ كافة الناخبين على انضباطهم وسلوكهم الجيد طيلة هذه الفترة، كما أنتهز الفرصة للتأكيد على أنني لم أتوصل إلى حد الساعة لأي شكاية أو طعن في نزاهة عملية الاقتراع، رغم إبلاغي ببيان أصدره أربعة من المترشحين يشككون فيه بالنتائج. وعلى ضوء النتائج الواردة في محاضر اللجان المكلفة بإحصاء الأصوات على مستوى المقاطعات، فإنني أتشرف بأن أعلن النتائج العامة المؤقتة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية يوم 18 يوليو 2009 التعددية، وذلك على النحو التالي: عدد المسجلين 1,265,589، عدد المصوتين 817,260، عدد البطاقات اللاغية 34,911، عدد الأصوات المحايدة 4,244، مجموع الأصوات المعبر عنها 778,105 أصوات، نسبة المشاركة 64.58%. وتتوزع هذه الأصوات بين المترشحين على النحو التالي مع احترام ترتيبهم حسب اللائحة الصادرة عن المجلس الدستوري: محمد العبد العزيز 409,100 صوت، أي النسبة المئوية 52.58%. كان حميد بابا 11,568، أي نسبة 1.49%. إبراهيم مختار صار 35,709، أي نسبة 4.59%. الصغير المبارك 1,788، أي نسبة 0.23%. أحمد المحمد والداداه 206,263 صوت، أي نسبة 4.76%. عليو المحمد فال 13.66. أحمد والمحمد والداده 106,263 صوت، أي نسبة 13.66%. محمد جميل والإبراهيم والمنصور
59 صوت، أي نسبة 4.76%. عليو المحمد فال والعلية 29681، أي نسبة 3.81%. مسعود والبالخير 126782، أي نسبة 16.29%. حمادي عبد الله ميمو 8936 صوت، أي نسبة 1.28%. صالح والمحمد والحنن 10219، أي نسبة 1.31%. وعليه فإن المترشح محمد العبد العزيز الذي حصل على 409,000 صوت ومئة صوت من الأصوات، أي نسبة 52.58%، فإن المترشح قد انتخب رئيسا للجمهورية، وستصدر الوزارة بيانا صحفيا يحل محل إعلان النتائج العامة المؤقتة مفصلة حسب المقاطعات، وتطبيقا للنصوص المعمول بها ستحال هذه النتائج دون ما تأخير إلى المجلس الدستوري الذي سيعلن النتائج النهائية بعد النظر في الطعون المحتملة. حرر في نواكشوط بتاريخ 19/7/2009، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.